السرعه في الخبر في نقل المواطن انه بشكل سريع، وفعلا الحمد لله كوادر يعني جيده وقويه اللي تقدر تصيغ الخبر بشكل سريع. نعم. وبشكل صحفي ومهني. نعم. والحمد لله يعني احنا ك يعني اداره مع الاستاذ هاشم ومجلس الاداره يعني بنحاول انه نجعل للمواطن الاردني المهنيه في الخبر، ونجعل ايضا لصحفينا او موظفنا اللي هي عمليه الراحه النفسيه، لانه تعرف الشغل الصحفي او العمل الصحفي لا يعتمد على الوقت. نعم. يعني مش والله 8 ساعات دوام اسحب حالي وخلص اروح، لا، الصحفي اذا شاف 24 ساعه 24 ساعه بده يظل مداوم، يعني ممكن يشوف اهله، يشوف قرايبه بالشهر مره، يعني نعم. هو نتاج يعني هذه الضريبه اللي بتدفعها. نعم، هذه الضريبه. نعم، هي الحمد لله، يعني احنا بنحكي الحمد لله لانه الحمد لله من الصعب خدمه هالبلد. بالضبط بالضبط. نعم. يعني خدمه نعم. البلد هاي بتحتاج ناس تدفع دم قلبها. نعم. مشان يصل صوت المواطن للمسؤول اللي يقدر ياخذ حقه، لانه هلا انا مبدئيا بقدر احكي انه والله انا جبت حق المواطن باني طلعت صوته واسمعته للمسؤول. نعم. هلا هذا المواطن ممكن يكون اخوي، ابن عمي، قرابتي، فلان، محمد. نعم. يعني مش بالضروره انه والله انا بجمل هالناس لا سمح الله بانه انا بوصل صوته او كذا. نعم. لا لا، هذا ما دام هو انخدم انا بالاضافه ايضا رح يعني انخدم. نعم. رح ممكن اقع نفس مشكلته، لكن الحمد لله سرايا قدرت توصل يعني للناس اللي هو اللي بشكل طيب صحافه مهنيه. والايجابيات الجميله ايضا الحمد لله. بس في كمان شغله مهمه اخوي زيدون لكل اللي بتابعونا الان، المواقع الالكترونيه يعني باذن الله راح يكون معنا بكل حلقه ضيف من موقع الكتروني، موقع محب لهالبلد، محب لهالوطن، محب لمليك هالبلد، كمان محب للشعب، للشارع الاردني. ما بدنا الصحافه الصفراء، لكن الان الصحف اليوميه مع تقديرنا واحترامنا لهم صار في عليها اقبال مش مثل الموقع الالكتروني. الموقع الالكتروني يعني بكثافه ما شاء الله وبشكل يومي، لكن نحكي الصحافه المقروءه، الجرايد، يعني بلشت ناس تتوجه للمواقع الالكترونيه، فبدي احيي انا المواقع الالكترونيه النزيهه، المواقع المحترمه، وراح يكون معنا يعني الاشخاص امثال اخونا زيدون موقع سرايا. لكن الان زيدون احكي لي، هل كثافه ما شاء الله من اللي بيتابعوا هالمواقع الالكترونيه وموقعكم موقع سرايا، وهو انا بعرف انه الموقع الاول بداخل المملكه الاردنيه الهاشميه، احكي لي الان كيف قدرتوا انتم كمان انه الجريده هاي اللي كنا دائما كل الواحد يشوف ابوه هو كمان يتابع الجرايد اليوميه، صار الان بس يصحى يفتح الكمبيوتر، يفتح الموقع الالكتروني، يشوف الخبر اول باول، واسرع من الضوء ما شاء الله صار عندكم الخبر. احكي لنا عن تردد الناس يعني بشكل دائم على هالمواقع والموقع الالكتروني. سيدي الكريم استاذ محمد، يعني المواقع الالكترونيه تميزت بسرعه الخبر زي ما حكيت، والناس صارت تبحث عن السرعة. هل الآن سابقا كان الواحد على الكمبيوتر تبعه يفتح على الموقع ويشاهد الأخبار؟ نعم. هل بطل على الموقع، صار على الآيفون وعلى التلفونات، خبر توصل على تليفونك صح، على التلفون دايركت، يعني ممكن يفتح على الموقع على الانترنت يشبك 3G أو نعم. ويرلس اللي يقدر. عندكم الخدمة هاي زيدون إنه ممكن تصل أخباركم من خلال يعني اخبار، خلينا نحكي اس ام اس، عن طريق الاس ام اس. نعم. عن طريق فعلناها في البدايه، لكن ما حبينا انه يعني يعني نخسر القارئ تبعنا. نعم. المبلغ فيها تكلفه، فيها يعني بسيطه 5 قروش او 10 قروش، فما حبيناش حتى نخسر فيها، لانه احنا نبحث يعني تعرف يعني المواطن الاردني الله يعينه. نعم. فاحنا حبينا انه دائما نخفف التكلفة والكوست على المواطن. فعن طريق الايفون اللي معه قدرة انه يشبك على الانترنت، واللي معه لوكس الله يعينه يا سيدي، يضوي على الخبر، يدور على الخبر الله يعينه. فالحمد لله يعني احنا الان بنتوجه كمان توجه ثاني، غير انه موضوع اخباري، انه دائما لما يفتح على السراي بلاقي انه الاخبار والدنيا والمشاكل والاخري، يعني انتم ليش تكتبوا لنا مشاكل، ليش تكتبوا لنا قضايا فساد وكذا؟ هذا دورنا. نعم. هذا دورنا انه نسلط الضوء على الفساد، ونسلط ضوءنا على المشاكل، مشان يقدر المسؤول او صاحب القرار انه يتخذ القرار الصحيح لي يعني لتصحيحه.
لكن اتخذنا زي ما تحكي مسابقات ترفيه. جميل جميل. تنويع. تنويع لأنه أكيد القارئ أو المواطن اللي بده يفتح على الموقع بحاجة رح يأخذ خبر ويطلع. نعم. إحنا ما بدنا إياها هاي تكون موجودة في موقعنا. كنا حابين إنه يظل في موقعنا وثابت على موقعنا. نعم. مشان في منافسة في يعني أفكار جديدة بتطلع. إحنا حابين إنه يظل موقع سرايا هو نمبر ون زي ما تعودوا الشارع والمواطن الأردني. نتمنى أخوي زيدون. يعني كمان بدي منك الآن أنت موجود معانا وبنعرف إنه الله يعطيك العافية. الله فيك. يعني 24 ساعة أنت سهران بخدمة البلد والموقع أيضا للأخبار الأول بأول. شو في خبر هيك جميل؟ خلينا نبلش بخبر جميل. الآن أنتوا على الشاشة على الصفحة الرئيسية موجود عند موقع سرايا دي منك أسمعه، لكن خبر يكون جميل، خبر السيء خليه لمرة ثانية. شو في خبر الآن؟ أخبار إن شاء الله دائما جيد، وإن شاء الله دائما يعني إحنا متميز برضو كمان أستاذ محمد إنه نعمل أبديت على الأخبار دائما. نعم. فهلا اذا قلت لك خبر راح يكون نازل ارشيفه بيطلع مش هو. نعم. خبر يعني جديد مش ضروري اليوم يكون، لانه احنا عندنا على حصاد الاسبوع كمان راح نقراه لكل اللي بيتابعونا بشكل سريع. خبر الجديد بانه الجمعه جمعتنا اول حلقه له على قناه جوسات راح يشاهدوا ان شاء الله الملايين. نعم. اشكرك انا. وهذا خبرنا دائما يعني عنكم انكم دائما سمعتكم طيبه، وانت سمعتك طيبه، واستاذ محمد أشكرك. انت يعني أشكرك. مميز دائما والله. اشكرك اخوي زيدون، يعني انت من اصدقاء الرائعين والمميزين ايضا، وفارس من فرسان التغيير بموقع سرايا، موقع جميل بكن له كل احترام. أشكرك. انا أشكرك. وكل من تابع هالموقع الجميل. بنهايه لقائي مع اخوي زيدون الحديد، شو بتحكي الان كلمه لكل اللي بيتابعوك داخل الأردن وخارج المملكة الأردنية الهاشمية؟ بقول إنه يتابع موقع سرايا يعني بحلته الجديدة، يعني عملنا الحمد لله تحديثات قوية للموقع، يتابعونا عليه ويتابعوا الخبر اللي فيه دائما مصداقية عن طريق سرايا اللي تميزت فيها سرايا. وإن شاء الله يعني إحنا بنحكي الأردن وقيادة وشعبا انه يظل بخير. آمين. بجهود الطيبين وجهود النشامه ونشميات الوطن، وان شاء الله انه هالبلد يظل عامر باهله وبرجال شرواك استاذ محمد وبشروا الطيبين. امين امين. يعني كل التحيه لك اخوي زيدون. يعني بلقائي مع اخوي زيدون بدي اشكره فعلا من كل قلبي لوجوده معنا باستوديو الجمعة جمعتنا ولمتنا دائما. يعني اخترنا هذا الاسم مشاهدينا لأنه دائما يوم الجمعة يعني الأهل بيشوفوا بعض على طاولة واحدة على سفرة واحدة، يا إما الإفطار يا إما الغداء يا إما العشاء. فهاي الجمعة لكل العرب وكل الأردنيين وكل اللي بتابع شاشة جوسات دائما راح نطل عليكم بالجمعة جمعتنا. راح يكون معنا ضيفة كمان، لكن قبل الضيفة في تقرير كنا بجامعة البلقاء التطبيقية التبرع بالدم بالتعاون مع البنك الوطني. يعني بدي أشكر وحدة خدمة المجتمع المحلي، تحياتنا لدكتور محمود الحبيس العبادي الذي أقام هذا النشاط الجميل بهالجامعة. وخدمة المجتمع دائما لازم تكون بكافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. تحية لكل من تابعنا. لكن بدي أشكر يعني جنني أخوي المخرج، بدي أشكر الآن اللي بتابعونا المسجات. يعني الآن في من أخونا يوسف طلفاح من إربد، تحياتنا لكل أهلنا بالشمال، أخو مخرجنا الجميل اللي راح لما أطلع أعضه بين خدوده. الآن راح نروح لفاصل، وبعديها بعد هذا التقرير راح يكون معنا ناشطة اجتماعية سياسية أنيقة وشفناها وتابعناها على شاشات الـLBC اللبنانية. معانا راح تكون السيدة خلود أبو طالب، لكن بعد تقرير الدم تبرع بالدم بالتعاون مع الدم بنك الدم الوطني راح نروح لهذا التقرير وبنرجع معكم. تحياتنا زيدون، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا زيدون. شكرا.